كثير منا يشكو من حفظ القرآن ونسيانه، يحفظه مثلا اليوم، بعد سنة لا يتذكر منه شيئا، سنة أخرى ينساه تماما، وهذه كارثة أيها الأحبة. سبب هذه المشكلة عدم فهم القرآن. القرآن يتفلت من الإنسان، لماذا؟ لأنك لم تتدبر معاني الآيات. الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآية الثانية التي ورد فيها، وردت نفس الصيغة تقريبا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هنا أيها الأحبة يجب أن نقارن بين هذه الآية وتلك الآية. في القرآن العظيم توجد آيتان، كل منهما تبدأ بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. الآية الأولى انتهت بقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآية الثانية انتهت بقوله تعالى: أم على قلوب أقفالها. معنى ذلك أنك إذا حفظت القرآن من دون أن تفهم فكأنما أنت مقفل القلب. وأنا يؤسفني أن أقول هذا، لأنني أرى كثيرا ممن يحفظون القرآن لم يتعرفوا إلى الله، لم يدركوا حق هذا القرآن، لم يتغير سلوكهم. يعني مثال على ذلك أيها الأحبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه آية تأمرك بالصدق. عندما أرى كثير ممن يدعي أنه يحفظ القرآن ولكنه غير صادق، إذا ما فائدة الحفظ؟ الله تعالى يقول للمؤمنين إذا لم يتوقفوا عن أكل الربا ماذا هددهم؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأجد أناس يحفظون القرآن ثم يأكلون الربا. إذن أنت ما فائدة الحفظ؟ وليس له أي قيمة أيها الأحبة، مجرد أنك تملأ ذاكرتك بمعلومات، ولا تظن أنك تأخذ أجرا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، هذا الحديث له شرط أن تطبق ما جاء في القرآن. ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ثم يأتي شخص يحفظ هذه الآية ويكذب عليك، طب هل هذا يأخذ 10 حسنات على كل حرف؟ دعونا نكون منطقيين أيها الأحبة. كوارثنا في سبب الكوارث اليوم في العالم الإسلامي أننا لم ندرك معاني القرآن. لماذا نزل القرآن؟ لماذا خاطبنا الله بالقرآن؟ القضية ليست قضية حفظ. لذلك أيها الأحبة، قضية التدبر يجب أن تشغل بالك قبل قضية الحفظ. يجب أن تضع في دماغك أخي الحبيب، إذا أردت أن تحفظ القرآن يجب أن تضع في دماغك: كيف أفهم وأتفكر وأتدبر بهذا القرآن؟ أتدبر القرآن. والتدبر أن تتتبع أثر الشيء، من الدبر يعني أن تتتبع أثر أو خلفية الشيء، هذا التتبع هو التدبر. يجب أن أبحث لماذا هنا قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآية الثانية قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أجلس وأتأمل، ومثل هذه الأشياء لا تجدها في التفاسير أيها الأحبة. أنت يجب أن تتدبر. النداء هنا أيها الأحبة لنا لا يقتصر على العلماء أو المشايخ أو المفسرين، لا، النداء لك أيها الإنسان. أنت الآن يجب أن تفتح القرآن وأنت بنفسك تتأمل وتتدبر وتستعين بالكتب وتستعين بالعلماء، ولكن أنت الذي يجب أن تبذل جهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. في الومضة القادمة إن شاء الله سنحاول أن نفهم لماذا نتدبر القرآن، لماذا أمرنا الله بالتدبر وليس بالحفظ. إلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.